مع منسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماها الله سبحانه وتعالى الفاتحة، وجعلها مقدمة لكتابه الكريم، جعلها مثل البوابة العظيمة التي يجب أن يدخل منها الإنسان المسلم إلى كتابه الكريم، بوابة ستكشف للإنسان المسلم من الحقائق ما سيجده مبثوثا في كل القرآن الكريم مفصلا ميسرا مفسرا. بوابة اكتنزت في 7 آيات كل هذا القدر من المعرفة، كل هذا القدر من الحقائق التي يمكن أن يقتطفها الإنسان المسلم دفعة واحدة وهو يقرأ الفاتحة قبل أن يدخل إلى عالم القرآن الكريم الفسيح. مقدمة ليست كالمقدمات. نحن نلاحظ البشر حينما يكتبون كتبهم يكتبون مقدمات لهذه الكتب، يحاولون أن يضعوا فيها خطة طريق للقارئ قبل أن يدخل إلى الكتاب، فيحدثونه عن قيمة الموضوع ويحدثونه عن الإشكاليات المطروحة في الموضوع، ثم يقولون له أنهم قد فصلوا هذا الموضوع في فصول أو في أبواب وفصول، وأن كل فصل قد تضمن كيت وكيت، وأن في الخاتمة أنهم سيحاولون لملمة النتائج التي توصلوا إليها في كتابهم. هذا ديدن كل الذين يكتبون الكتب وفق ما يسمى بالمنهجية العلمية. لكن الله سبحانه وتعالى مقدمته مختلفة. مقدمته حينما تنظرون إلى كتب التفسير ستجدون أن المفسرين قد هاموا فيها وذهبوا فيها اتجاهات عجيبة جدا، لم تسعهم الصفحات ولم تسعهم الفصول والأبواب، وذهبوا في أرجائها يتحدثون حديثا عجيبا جدا، حديثا عن إشراقات فتحها الله سبحانه وتعالى أمامهم حينما أقبلوا على هذه الفاتحة، فاتحة الكتاب. هذه التسمية فيها من الرمزيات التي تجعلنا حينما نحاول أن نأخذ كلمة فتحة، مفتاح، فاتحة، بمعنى أنه أدوات سيقوم الإنسان المسلم بإجرائها داخل حصن القرآن الكريم، فتفتح له الأبواب تباعا بابا بعد باب، ولكن قبل ذلك ستفتح له أبواب في نفسه في عقله قبل أن يدخل إلى القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الفاتحة أن يهيئه، أن يرتب أمره، أن يجعل أمره منسجما متناسقا، أن يشعر بذلك بتلك المعسوفة الرائعة التي هي للآيات للكلمات للأصوات في تناغمها في ترابطها في تجاورها، آية وراء آية، فاصلة بعد فاصلة، صورة ترفعه، صورة تدفعه، صورة تسري به في أعماق التاريخ، صورة تلقي به في الغيب والمستقبل، صورة تغور به في خصائص النفس البشرية، صورة تحدثه عن الكفر، صورة تحدثه عن الإيمان، أشياء بحر زاخر. سيجد الإنسان المسلم حينما يبحر فيه أن هناك رياح طيبة ستنفخ أشرعته، ستدفعه بعيدا عن شاطئه لكي يخوض غمار التجربة. نحن الآن مع الفاتحة، حينما نقول هذا الكلام نريد أن نفهم لماذا بدأها الله سبحانه وتعالى بكلمة الحمد لله. كان التعوذ ابتداء خطوة يقينية يعرف الإنسان المسلم من خلالها أنه يدفع عن ساحته كل المنغصات، ثم جاءت بسم الله الرحمن الرحيم خطوة ثانية يعرف الإنسان المسلم من خلالها أنه في حاجة إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى لكي يدخل صرح القرآن الكريم، ثم كان فيها معنى الاستئذان من الله سبحانه وتعالى لولوج وحيه ولولوج هذا العالم الرباني الذي يشكل
حقيقة الدين عند الله سبحانه وتعالى وعند رسله وعند عامة المسلمين. ثم كانت هذه الأسماء الله الرحمن الرحيم حاضرة بين يديه لكي تقول له أنه سينتقل بين الخالق الباري الذي هو الله سبحانه وتعالى المبدع الذي أوجد الأشياء من عدم، ثم الرحمن الذي بسط عليها رحمته، ثم الرحيم الذي خص برحمته أولئك الذين استجابوا لدعوته. إذن هناك ترتيبات نفسية، ترتيبات عقلية، ترتيبات حتى على مستوى البدن يشعر بها الإنسان المسلم حينما يبلغ هذه العتبة: بسم الله الرحمن الرحيم. حركة ثلاث في اسمين وصفة تجعل الإنسان المسلم الآن قد شعر بالطمأنينة، شعر بالراحة، ولذلك تراه مباشرة يقول الحمد لله. قبل أن يبدأ تراه الآن يلهج بالحمد. الحمد لماذا؟ الحمد لأنه قد علم أن الله الخالق المبدع حاضر معه، وأن الرحمن الذي بسط رحمة على الكائنات جميعا عدلا منه حاضر معه، وأن الرحيم الذي يخص المؤمنين من دون غيرهم بشيء بزائد من الرحمة كذلك موجود معه. إذن فهو في حضرة الله سبحانه وتعالى محاط بإبداع ورحمن ورحيمية. إذن ما عساه أن يقول وراء ذلك إلا أن يقول الحمد لله. يقولها وقد أخرجها من أعماق صدره لكي تفيض على جسده وعلى وجدانه وعلى بصره وعلى سمعه وعلى لسانه. ستفيض هذه الكلمة على جميع جوانبه فيضانا يجعله في تلك الجلسة أمام المصحف يرتقي من طينيته إلى نورانية. هذه النورانية لا يكسبها إلا من خلال كلمة الحمد لله، وهي تخرج من صدره هذا الخروج القوي الذي يجعله متيقنا أنه قد أمسك بالعروة الوثقى، وأنه بيده الآن الحبل المتين، وأن صلته بالله سبحانه وتعالى صلة مرتبطة. الحبل المتين هنا هو رمزية تلك الصلة التي طرفها بين يديه ورأسها في السماء عند الله سبحانه وتعالى. حال عجيب يعيشه الإنسان مع هذه الكلمة وهي تخرج من أعماق صدره الحمد لله.